اهلا بيكم، محمد عادل اعدادي هندسه. هسالكم سؤال محير، من نفسه يرجع بالزمن يغير حقيقه حصلت وهو صغير. كل واحد فينا اكيد وهو صغير كان نفسه يرجع بالزمن يغير حاجه غلط هو عملها، او يطلع بالزمن يشوف الكابتن ماجد لسه بيجري ودخل جول ولا لسه قاعد بيجري وربنا معاه يعني. موضوعنا النهارده التايم ترافلنج. التايم ترافلنج ده هيوصلك ان انت مش لازم تقعد تتمنى كده، انت ممكن فعلا تروح وتحاول تشوف الكابتن ماجد عمل ايه، ترجع ورا التيار اللي انت عايزه. بس قبل ما ادخل في الموضوع هفهمكم حاجتين. اول حاجه نظريه المالتي فيرس. المالتي فيرس بتقول ايه؟ اولا ده الكون بتاعنا، الكون بتاعنا بكل مجراته. لا مش ده بس اللي موجود، في حاجه اسمها كون اعظم. الكون الاعظم ده هو اكوان ثانيه صغيره. الاكوان دي زي الكون بتاعنا، احنا ممكن نتنقل ما بينها. بس هقول لكم حاجه، لو انت سافرت عبر الزمن يبقى انت مشيت من هنا لهنا ومكانك ثابت. امتى مكانك يتغير؟ مكانك يتغير لما تروح من كون لكون ثاني. كل ده جوه الكون الاعظم. دي اول حاجه. ثاني حاجه هي الورم هول. الورم هول عباره عن فجوه زمنيه بتحصل ما بين مكانين، بمعنى انت عندكم هنا مصر هنا المريخ. حصل فجوه زمنيه. تمام؟ مصر بيت المريخ. انت كده سافرت عبر الزمن. بس مكانك ثابت عشان مصر والمريخ في نفس الكون. امتى مكانك يتغير؟ لو انت رحت لمصر يونيفرستي كده غيرت الكون، كده مكانك يتغير. دي اول حاجتين. ندخل بقى في السفر عبر الزمن. اول نوع في السفر عبر الزمن هو ان انت تكون بتجاري سرعه الضوء. ازاي؟ لو انت وصلت 90% من سرعه الضوء هيكون كل ما عدى عليك ساعه بيعدي يوم في الارض. ولو انت وصلت 99% كل ما عدى عليك يوم هيعدي سنه على كوكب الارض. ولو انت عديت سرعه الضوء انت كده فعلا بتسافر بمسافات رهيبه، يعني فرق زمن رهيب. ده اول نوع. في النوع ده انت بتسافر زمنيا بس، ما تسافرش مكانيا. بمعنى انت في الكون ده انت ممكن تروح من هنا لهنا في لحظه، بس ما تطلعش بره الكون بتاعك، في حدود للسفر. تاني نوع بيحصل بآلة الزمن او الورم هول. ازاي؟ الورم هول ببساطه زي ما قلنا بيحصل فجوه زمنيه بين مصر والمريخ في لحظه تكون هناك. ونفس الموضوع ممكن، بس في النوع التاني بقى ممكن تسافر بمكان. ازاي؟ نفس برضه الورم هول او آلة الزمن من مصر ليونيفرس 2 تروح تكون تاني بيت هناك. وطبعا عشان تخلي بالك، عشان انا خبير في السفر عبر الزمن، لازم اديك شويه نصايح. لما تيجي تسافر وتعمل حاجه خلي بالك ما تعملش معضله زمنيه. ازاي؟ معضله زمنيه بتحصل لما تبوظ اللوب، تبوظ الدايره المقفوله، تفتحها. ازاي؟ انت مثلا بتفتح الحرب العالميه الثانيه، رجعت للماضي موت هتلر. بتاعت المستقبل تاني مفيش هتلر، مفيش حرب عالميه تانية. انت ايه اللي كان مضايقك؟ ايه اللي خلاك ترجع تموته؟ انت كده عملت معضله زمنيه. هقول لكم مثال بقى انت تجربها ازاي. لو انت رحت المستقبل موت نفسك عادي جدا، انت موت نفسك هترجع تاني الماضي تكبر، واحد يجي يموتك تفوت المعضله الزمنيه. وكده اقدر اقول لما تسافر عبر الزمن ما حصلش معاك معضله زمنيه، تقعد مستعجل يا سلام محمد انت انقذتني انقذتني من المعضله الزمنيه.